نحن مقاولين محافظة صلاح الدين، وحيلت علينا مدارس في المحافظة ولكافة المقاولين ومن ضمنهم أنا المتكلم، ولحد من عام 2014 ولحد الآن أو قبل عام 2013 ولحد الآن مستحقاتنا موجودة وسلفنا موجودة في المحافظة ولم يصرف إلا القليل منها. أنا المتكلم مقدم سلفة من 2019 ولحد الآن صار فيني منها 20%، وباقي المقاولين وإخواني الموجودين معايا بنفس الهدف ونفس الغرض. وراجعنا السيد محافظ صلاح الدين المحترم وأوعدنا أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات، وراجعنا السيد مدير الحسابات لنفس الغرض، ولكن مع الأسف ما أكو أي إجابة من عندهم، أي إجابة لحد الآن. ونحن مظلومين ومقاولين وبعنا بيوتنا وبعنا ما خلانا شيء حتى ولا نصل للكرامة، الكرامة اللي هي عزمنا ماكو، فما ظل شيء أبد نهائيا. وأناشد رئيس الوزراء وأناشد السيد رئيس البرلمان وأناشد كل عراقي شريف له قيلة على بلده أن يفض شغلتنا ويفض عمرنا وتجي الأموال ولا نعرف أين تذهب إلا لمقاولين محدودين ومعروفين ومعلومين، فلان وفلان وفلان وفلان، وهم يعرفونهم، ولكننا نحن مظلومين مظلومين مظلومين.